بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع فيديو جديد من دورة الكلاسيك كنترول. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن مفاتيح التشغيل ومفاتيح الإيقاف أو ما يطلق عليها بالبوش بوتونز. كنا في الدائرة اللي قدامنا أنا فاتح دلوقتي برنامج EQTS وكنا اشتغلنا على دائرة ستارت ستوب واستخدمنا في الدائرة دي مفتاح تشغيل واحد، ادي مفتاح الستارت بوش باتون ومفتاح ايقاف واحد. فحابين ان شاء الله النهارده نبتدي ندخل ونتكلم بشيء من التفصيل عن مفاتيح التشغيل ومفاتيح الايقاف. في البدايه عندي نوعين من مفاتيح البوش باتونز. اول نوع بسميه النورمالي اوبن بوش باتون والنوع الثاني النورمالي كلوزد بوش باتون. النوع الاول ممكن اقول الاختصار بتاعه NO بوش بوتون. NO دي اختصار نورمالي اوبن والNC بالتبعية اختصار نورمالي كلوزد. اوقات بسمي النورمالي اوبن بوش بوتون بالاوف بوزيشن بوش بوتون بس ده اسم مش شائع، والنورمالي كلوزد بوش بوتون اوقات بسميه الاون بوزيشن بوش بوتون. طيب عندي في الرسمة دي ده شكل او الرمز بتاع النورمالي اوبن بوش بوتون وده الشكل او الرمز بتاع النورمالي كلوزد بوش بوتون. عندي لو جيت بصيت هنا في النورمالي اوبن بوش بوتون عندي فيه نقطتين، اتنين هنا كونتاكت بالشكل ده ومفيش بينهم اي تلامس من خلال المعدن ده او الميتال ده. على العكس النورمالي كلوزد بوش بوتون عندي اتنين كونتاكت، عندي نقطتين هنا وفي بينهم تلامس من خلال الميتال او المعدن ده. طيب ايه اللي بيحصل لما يبتدي المشغل يجي ويضغط على البوش بوتون سواء النورمالي اوبن او النورمالي كلوز؟ ايه اللي بيحصل؟ نبتدي اول حاجه بالنورمالي اوبن. اول ما المشغل يبتدي يضغط بايده على المفتاح البوش بوتون اللي من نوع نورمالي اوبن تبتدي الجزء الميتال او المعدن ده يبتدي ينزل ما بين النقطتين دول ويبتدي يحصل بينهم تلامس. يبقى الجزء دوت الميكانيزم ده هينزل كده على النقطتين دول ويحصل بينهم تلامس فيتحول البوش بوتون من نورمالي اوبن للحاله بتاعه الكلوز. فبالعكس هنا في النورمال كلوز بوش بوتون ايه اللي بيحصل؟ اول لما المشغل يبتدي يضغط بايده على الميكانيزم دوت يبتدي المعدن او الميتال ده يبعد عن النقطتين دول وما يبقاش فيه تلامس ما بين النقطتين دول. طيب بعد كده اول ما المشغل يبتدي يرفع ايده جوه البوش بوتون متركب زي سوسته كده او سبرينج. السبرينج دي وظيفتها لما المشغل يبتدي يرفع ايده ترد البوش بوتون تاني للوضع الطبيعي او الاصل بتاعه. فاحنا عندنا في النورمالي اوبن بوش بوتون لما ضغط اتحول لكلوز، بعد كده لما المشغل يبتدي يرفع ايده السوست او السبرينج ترد تاني البوش بوتون للوضع الطبيعي بتاعه اللي هو اللي هو الان او او النورمالي اوبن. وبالتبعيه في النورمالي كلوزد لما ضغط اتحول لاوبن لما شلت ايدي، لما المشغل رفع ايده من على البوش بوتون ده بفضل او بفعل السبرينج ريتيرن ده رد تاني رد تاني البوش بوتون للوضع الطبيعي. يبقى انا عندي هنا البوش بوتون لازم اكون عارف ان النوعيه ديت من المفاتيح اللي مسماه بوش بوتون محتاج المشغل يضغط بايده، محتاج المشغل يضغط بايده سواء على النورمالي اوبن بوش بوتون او على النورمالي كلوزد، ومحتاج ان انا اكون معرف او متعرف عندي ان البوش بوتون دوت فيه جزئيه حاجه اسمها السبرينج ريتيرن اللي هي بترد البوش بوتون تاني للوضع الطبيعي بتاعه بعد المشغل ما يرفع ايده عن البوش بوتون. طيب دي رسمه تانيه بتوضح لي النورمالي اوبن بوش بوتون والنورمالي كلوزد بوش بوتون ونوع تالت هنا. طيب لا، في الحقيقه ده مش نوع تالت ولا حاجه، ده يعتبر دمج ما بين النورمالي اوبن والنورمالي كلوزد بوش بوتون. لو افترضت النقطتين اللي فوق اسميهم واحد واتنين والنقطتين تحت تلاتة واربعة. طيب واحد واتنين في الوضع الطبيعي الجزء المعدن او الميتال ده عامل تلامس ما بينهم، فده يعتبر الجزء ده بس كده بسميه نورمالي كلوزد. طيب والنقطة تلاتة واربعة المعدن ده مفيش تلامس ما بينهم، مش عامل تلامس ما بين النقطتين دول، فده يعتبر نورمالي اوبن. طيب اول ما ابتدي اضغط، اول ما المشغل يبتدي يضغط بايده على البوش بوتون ده يبتدي النقطه ما بين واحد واتنين التلامس بينهم ما بقاش موجود وتتحول من كلوزد لاوبن.
والمعدن يبتدي ينزل لحد ما يعمل تلامس ما بين 3 و4 فيتحول هنا من open لايه؟ لكلوزد، من مفتوح لمقفول او مغلق. طيب لو شلت ايدي بفعل السبرينج ريتيرن عندي هنا هيبتدي يرد البوشباطن ايه؟ الوضع الطبيعي بتاعه، فترجع 1 و2 في بينهم تلامس فيتحولوا لكلوزد، و3 و4 التلامس ده مبقاش موجود بينهم ويرجع تاني لاوبن اللي هو النود الوضع الطبيعي بتاعي. عشان كده بسمي ايه؟ لازم لما اجي اتكلم او اقول اللفظ او المسمى لازم اقول ايه؟ ده نورمالي اوبن او نورمالي كلوزد. نورمالي يعني انا بعرف اللي قدامي الوضع الطبيعي بتاعه ايه، فبقول نورمالي اوبن ان او، يعني انا من غير ما اضغط على البوش باتون ده هو الوضع الطبيعي بتاعه ان هو اوبن، النقطتين دول مفتوحين. طيب لما اضغط ما بقولش بقى كلمه نورمالي، بقول كلوزد. اول ما اضغط على النورمالي اوبن وتحول لكلوزد فبقى مش بقول نورمالي كلوزد، لا بقول كلوزد بس. طب العكس لو على النورمالي كلوزد بوش باتون اللي انا بشاور عليه ده الوضع الطبيعي خالص بتاعه ان البوش باتون مش مضغوط عليه من خلال اليد بتاعت المشغل، فبقول نورمالي كلوزد، لازم استخدم الكلمه بتاعت نورمالي، او اقول ان سي، ما ينفعش اقول ايه سي بس، لا لازم اقول ان سي، عشان لما حالته هتتغير بالضغط على المفتاح ده او على البوش باتون ده هتتحول من ان سي لاوبن بس، من نورمالي كلوزد لاوبن بس. فهنا لازم ابقى عارف اقدر استخدم اللفظ بتاع كلمه نورمالي استخدام مظبوط وعلى طول، بحيث لما اقولها يبقى الشخص اللي قدامي دوت ايه فاهم إيه انا اقصد بيها ايه. بقول نورمالي اوبن، نورمالي كلوزد، اوبن بس، كلوزد بس، النقطتين دول ايه لازم تبقى ايه واضحين يعني ايه بالنسبه لنا جميعا. طيب هنروح دلوقتي لبرنامج الايك تيست ونبتدي نشوف التشغيل بتاع مفتاح الستارت ومفتاح الستوب اللي انا كنت مستخدمهم. وانا كنت مستخدم في البرنامج مفتاح الستارت كنورمالي اوبن بوش باتون، ومفتاح الستوب مستخدمه كنورمالي كلوزد بوش باتون. طيب انا جيت هنا في برنامج الاي كي تي اس، هنا انا عندي مفتاح الستارت مستخدمه من نوع ايه؟ نورمالي اوبن بوش باتون. ليه؟ اول ما اضغط عليه في الاول مفيش تلامس ما بين النقطتين، اول ما اضغط عليه يبقى فيه تلامس ويتحول من نورمالي اوبن لكلوزد. اول ما اشيل ايدي بفعل السبرينج ريتيرن هترد تاني ايه؟ البوش باتون الوضع الطبيعي بتاعه. عندي مفتاح الايقاف هستخدمه، مفتاح الستوب مستخدم من نوع نورمالي كلوزد بوش باتون. يعني ايه نورمالي كلوزد؟ يعني النقطتين في البدايه في بينهم تلامس من غير ما اضغط، بدات اضغط عليه التلامس ده ما بقاش موجود، شلت ايدي السبرينج ريتيرن رجع تاني الخاصيه دي، رجعت تاني البوش باتون ايه للوضع الطبيعي بتاعه اللي هو ايه اللي هو كان نورمالي كلوزد.